سوري بنات، بس كانوا عم يدقولي والنت صار يقطش، اضطريت اطلع. مليكة حبي، انا فاتحة لايف هلا بدي اقلك. هاي هاي جايز، هاي ايفريوان، ياي كان اللايف 4000. سوري طلعت بوشكم جايز، حبي توحشتك. أشواق شراكي صافة هدي غيبة، فرح الحب. هاي مين استقلي بنات، اللي عندها سؤال أو أي شيء، مش عن الناس هدوليك أوكي، عن البرنامج مثلا، بس مش أسئلة أنه شو راح يصير بعدين، لا هيك شغلات عفوية، أو عني طبعا فيها تسأل، يعني نحكي بموضوع أحسن ما يروح اللايف هيك. يا عمري أنتوا على فكرة أنا كرمالكم فتحت لايف، صاروا يجوني رسائل كتير، افتحي لايف افتحي لايف. سو بعد هواي رح يجون للجزيرة أو قليل، لا كتير رح يجوا بعد، يعني بنات وشباب كتير رح يفوتوا ناس جديدة. كلش تمثيل؟ لا حقيقة ما كنا عم نمثل، بريف إذا تمثيل يعني الناس مش غبية. جنتو تجننون انتي وأحمد يا عمري، شكرا عيونكم الحلوة. هلا أحمد يعني هو إنسان منيح، ما قلنا شي، بس يعني انا ما تشوفوني اوفر اني عيطت وعملت هيك وانه اوفر رياكشن وانه ما كان يصير انا عيط عليه وبالاخير انا انت وما بيصير عيط وهيك، لا بنات على فكره هذا كله غلط، هذا الشيء اللي عم يفهمونا اياه كله غلط. الشاب كان لابد من انه اعمل له درس، انا مع احتراماتي لكل الشباب ولاهل العراق وكل شباب العالم، بس كان لابد اعمل له انا درس. ليه؟ لأنه لو مش أنا عملت معه هيك أنه كان راح يكمل، ممكن أنه الشيء اللي عم أنه معاملته إلي مثلا بيخون عادي وأنه ما همه أوكي، كان مثل ما سوا معي راح يروح يعمل مع بنت ثانية ويكمل يعمل مع الثانية وهيك نفس الشيء، وهو راح يأدي كتير بنات. بس طالما أنا عطيته درس أنه إن شاء الله يكون تعلم ما يعيدها، بس هيك بعدين من شعركم يا بنات. فبنصحكم انه اذا خانك شي حدا شي يوم، ان كان حبيبك او خطيبك او زوجك، يا حبي انتو اعملوا له درس في الاخلاق مشان ما يعيدها مع غير بنت اوكي، ضروري نربيهم شوي. اي صح كلامك صحيح. فرح فين جيهان؟ ما بعرف، ما عندي فكرة منين، من الجزائر من آلجي. دونك فوالا البنات، عرفتوا دوكا وليش درت لوكي ما هكذاك احمد، يعني مش كرهن فيه او انا معقدة او انه اوفر رياكشن، بس مشان ما يعيدها مع غير بنت ومعي كمان انا. فهمتوا البنات؟ التنمر لا. اولا ما تنمرتش، ثانيا الحمد لله اللي شفت بالزفة فايس بس خرجت الناس بتيكوبات من حياتي، thanks god. السؤال هذا المفروض في واحد وجه لي سؤال عن خالد، روح وجه له سؤال له اوكي، ما بحكي عنهم انا باللايف تبعي. عن شو الحق كمان على جينيفر، وهو مين قال له سلم خدك؟ حطت له هون سكينه قالت له بوسك او بذبحك؟ لا خلص، لكان حش تحطوا الحق على النسوان، لسه عم تحطوا الحق على البنت؟ لا هو المفروض كان يقلها لا،
انا عندي فرح وما بيصير اعمل هيك شيء، خلص احتراما إلها ما بعمل هيك شيء. بس يلا تعلم الشاب. شعرك كتير حلو، ما تعمل اكستنشن يا عمري انتو. اخليه هيك شي شهر وبعدين، لانه عندي ايفنت كتير مهم، سو ضروري اعمل اكستنشن واعمل نيو لوك وهيك. بعدين بنات كل شهر ونص شهرين 3 اشهر غيره، مثلا اذا حاطه اكستنشن شيليهم، قصي شعرك، اذا شعرك قصير حطي اكستنشن، انه اعملوا هيك تجديدات، غيروا لون شعركم هيك كل شهرين 3 مشان ما تملوا من حالكم. انا هيك، انا انسانه هيك يعني بمل بسرعه، سو انه كل شهرين هيك بعمل نيو لوك. نور وفرح طلعوا بت سوا، بعتولها لنور. نور اذا بالبت تبعي انتي طلعي معي. احكي جزائري يا اكلي في، انا احكي جزائري بس مشي قاعد نسي فهمه جزائري سي بو سا مي على حساب لي كاستيون. جاوب انتي احلى وحده بالبرنامج يا عمري انتو. شكرا. هلا كل البنات حلوات للصدق، يعني نحكي الصدق كل البنات حلوات، بس كل وحده وجمالها. تعرفي شو احلى شيء بالحياه؟ الله يعزك يا كريم. شفتوا كريم شو عم يكتب لي؟ اطلع معي لايف اذا بدك، اطلع بليز خبرنا شو احلى شيء بالحياه. I'm curious to know. اهو هيك فرح قالوا لك تصالحي مع جيهان. انا جيهان بحبها بس يعني كل واحد و خلص اتس اوكي، هذا الشيء بيناتنا نحن بنحله بيناتنا. انتي احلى شيء بالحياه يا عمري. فهمتوا علي يا بنات؟ دونك الطفل اللي تحكمه ريشو، الطفل اللي تحكمه ديروا له اعاده تاهيل، ما تطلقوا حتى واحد هكذاك. بلك يتخون فيك كاش نهار كاش واحد وتقولي لا لا خلاص سياسة التجاهل، ديري له درس قبل ومن بعد تجاهلي. ان شاء الله تتصالحوا. جيهان تحبك، راكي مدابزة معاهم كامل. وين شفتيني كي عايشة معايا اختي؟ فرح الملكة عم تقلي وحدة take it or leave it يا عمري انتو. هاي الكلمة بالذات take it or leave it، انه تطلع هيك انه بلا ما فكر، يعني انه يلا مش كلمة بشعة. عن شو ماري عم تحكي؟ بدها تعمل كورس جزائري. ماري عم بحكي عربي. ها هلا ببلش احكي جزائري، عن جد ما راح تفهمي شيء. وحدة قاتلك وش راح يورونا باللي فلان قال اعلى فلانة؟ هي على بالها اصلا باللي قال عليها كيما هكذا، غيرها لعبتها زعما، وكان على بالها وهذوك الايامات وعادي نورمال جوزتها له، دارت من حبه قبه عليا انا برك. طبعا احنا نتفرج بس عليكم انتي وجيهان يا عمري انتو. لا لا بلشت افهم. اي هو هيك يا بنات، الوحدة بتفكرني بفلان take it or leave it. هذاك ما بعرف كيف سكت له فكرة يا بنات، المفروض انه بس يلا معلش اللي راح راح. قال وحدة لا انتي تمسخرتي بس حكيتيها. والله يا حبيبتي انا عارفانة حالي شو حكيت اوكي، وانا عارفانة حالي شو بسوى، وعارفانة هون بقلبي شو فيه. عجبك ما عجبك اطلعي من اللايف واعملي لي بلوك فوقها، او بحياتك ما تطلعي فيني اوكي. راهي في عقدية علي. خبلين عيونكم حلوة، حلوين انتو. ح...
حواجبك هيك كتير حلوين. ايه ماري، من شوي كنت عم بسأل هون، في اللي عم يقول لي انه قبل احلى، وفي اللي عم يقول هلا يلا تغيير نيو لوك. بعد كم يوم بعمل غير شيء. بنات كاين وحده كومونتير بري ضحكوا، اما ما نقدرش نقراهم. سو راح طلعها معي لايف، كتير راح تحبوها. دبزيهم قاع. ها 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 عليك بيب. انا قلت لك عم اقول انه فرح ما الطاوله، وانت يو اكسبتد الريكوست. سو فرح ما الطاوله، بعثت لصديقه اني فاتحه لايف، قالت صديقه رح تخبرك. مجهزه حالك؟ I'm ready. I'm ready too، بس بغير البيجامه. شفت وحكيت وصال. قالت لي انه رح تجي وبلكي كمان بتجي. يلا بليز قولي لها تيجي. بس انت ما تطولي، ما تخيلي. لا لا ما رح طول. انا ما حتى جماعتي انه طولت عليهم نص ساعه، تاخرت نص ساعه لفتحت اللايف. وليش؟ خبريني. فرحة عم جهز حاله، كنا عم نحكي على التليفون. قلت لهم عندي طلعه لهيك جهزت حالي وبعدين فتحت اللايف. حلوه فرح هلا، يعني she's gorgeous. She is gorgeous. عمري انا I love you so much. شوي وبشوف me too. انا حرقصهم. يلا بنات كلكم معزومين معنا اليوم. next week كمان ظاهرين. ايه next week ان شاء الله. يلا انا رح سكر لانه بدي اروح. ايه قال ماري خيانات مستمرة. ماري حبيبي انت. ماري نحكيها لماري. نحكي كيكي. ايه next week next week خلص بنظبط. يلا انا رح سكر، باي باي. فرح بليز ما تطولي. اوكي باي. اوكي ما تطولي، باي باي. احمد وين؟ ما بعرف وينه. على فكرة احمد امبارح دق لي واعتذر لي، قال لي هلا انه بس شفت بالحلقات شو عملت انه حسيت بالذنب اكثر، وانه مع انه هو اعتذر لي بعدين وهيك بالحلقات، بس مع هيك لما تفرج انه عرف حاله انه شو ساوى، يعني كان موقف بشع حتى بالنسبة له. بس يلا معلش. جايز نطلع كريم معنا، بده يخبرنا شو احلى شيء بالحياة. اوكي يا عمري انتو. هاي برو، كيفك؟ زبط إنارة. اوكي شو اخبارك؟ منيحة وانت؟ هو على فكرة هيك الشعر احلى، الكل عم يقول لي هيك دائما. التغيير حلو. والله والله بعد شهرين بلكي بعمل بلاتين. كيفك انت؟ شو اخبار الرياضة معك؟ انت شو وضعك؟ والله عندي ايفنت بعد شهر، ايفنت كتير مهم. سو عم بتمرن هلا. حسين عم بتمرن عندي كمان، في عنده شغل قريبا. حلو. بتعرفي نحن شو مشكلة اغلب الشعب؟ انه بيستنى الفرصة لتيجي مشان يندم بعدين، بقول يا ريت بلشت. لا انت بلش مشان لما تيجي الفرصة تكون جاهز. هلا انا ما خربت كتير، بس يعني شفت الواحد بس يوقف العضلات هيك بتبلش تصغر من هون. هلا انت جينات سو بلشت مشي في أسبوع. ناس كتير كريم انت طلعت وصار برنامج حرب عالمية، اقسم بالله انا هدوئي كان مأثر عليهم. عم بشوف الحلقات انا 24 و25 مولعة، اقسم بالله متفاجئ. شو رأيك باللي عم يصير بعد ما طلعت انت؟ شو صار انت واحمد؟ يا الله مو طبيعي. لسه ما شفتوا شيء على فكرة، هاي اول خناقة. الله يبشرك بالخير. يلا هو اذا ما كان في جو معك يكون حلو. طب هو خاني كريم، هو اللي بلش. هو مو كان صاحب البيت، فكان مفكر حاله رئيس الكره الارضيه، عرفت؟
يلا يلا ما عليه ما عليه، بس انا كمان مش قليله يعني، ما عملت فيه قليل. انت ايه شو كريم احلى شيء بالحياه؟ كريم والله هلا تخبرني شو احلى شيء بالحياه، والا ما بسكر اللايف. طيب نحكيكم شو احلى شيء بالحياه. بعد تقريبا اكثر من 3000 مسج عن هذه الكلمه وتعليقات على الستوري، لك ما في حدا الا وما بعث لي لك، حتى بالشارع بيجوا ناس بيسلموا علي مرحبا كيفك شو الاخبار، ممكن اسالك سؤال؟ بفكر انا مشان الجيم او مشان اي، بقول له تفضل بلش، احلى شيء بالحياه وبضحك. هاي الابتسامه انا عن جد تضحكني، انا كل شخص بحكي لي هذاك اليوم انت يوم حطيت فيديو مع الشباب وهيك، يوم طلعتوا انا كنت راح انه كنت عم استنى الاجابه، بس ما هيك ما جاوبت هون. هو شلون صار؟ انا كنت واقف طرف ثاني عم بحكي تليفون وسوى فجاه، يعني ما كنا متفقين على الفيديو، وبتعرفي جاب مليون متابع، مليون مشاهده على صفحه باي الآن. صفحه حلو. اي والله يا كريم احكي لنا هلا. هو احلى شيء بالحياه عن جد هي بساطه الحياه، الشخص كل ما عاش ببساطة أحلى، كل ما حس بالشغلات البسيطة إنه فعلا يكون فيها إلا قيمة، عن جد بحس بشعور كثير حلو. ومجرد ما الشخص يحس بالرضا من أي شيء بصير معه، إن كان مشاكل أو إن كان شغلات حلوة، الرضا هو بخف عنه هذا الشيء، وكثير رح يكون مبسوط بغض النظر. وأحلى شيء في الحياة إنه يكون في عندك شخص تحس عن جد بوجوده، مو من اول موقف يرمي عليك الطاوله او يسوي عليك اي شيء. احلى شيء في الحياه انك تحس ان رب العالمين رضيان عليك، انك تعرف انه حياتك حتتيسر. احلى شيء في الحياه العائله، اللي اغلب مننا انه ما بيعرف قيمه الام والاب، اللي هن شغله كثير كبيره صراحه. صح، بروح عند صديقه مشان يسهر معه، ما بفكر انه اروح اسهر مع اهلي هاي اليوم الخميس مثلا او يوم السبت، فبيعطي الافضليه لشخص بتركك يمكن على موقف، بس انت مالك حاسس، انت فقط عطي لنفسك المتعه انه انا بستمتع اكثر مع رفقاتي، بس انت ما بتعرف انك لما بتفرح اهلك خلاص انا اليوم سهره مثلا، انا بطلع مع رفقاتي بدفع على الكافيتيريا مثلا 100 دولار 50 دولار، بهالمي بال10 دولار اذا بتجيب بسكويت لامك بتلاقي قد الدنيا. والله معك حق يا كريم، انا واحده مثلا انه امي كثير بتسافر وهيك يعني، ومن صغري ماما كثير بتسافر، سو كثير كنت اشتاق لها وافتقدها وهيك. كثير موضوع الام والاب فالعيله كثير مهمه. هاي أيوة والله. مرحبا السلام عليكم. علوش كان كل يوم يشربني ارجيله الا بدك تشرب. يا شو ست لي اخلاقي، عم تروح لعنده؟ ما سمعت لما كنا بالفيلا. يا خاينين تشربوا ارجيله من دون انت تختفي. روحتي بس يقول خلص التصوير تختفي. والله سافا، وانت شو الاخبار؟ شو عامل هاليومين؟ والله الحمد لله، عندي سفره جديده كروم، احلى شيء بالحياه انت. خلاص حكينا يعني. اكيد ان شاء الله تكون وصلت رساله كثير ناس صراحه. اجابتك يعني كريم كانت كثير مقنعه. ايه بس بالفيلا صار في اشكال الوان، وكان الجو شوي متغير علي، فانا كنت مختار شوي العزله بسبب انه حسيت صار في برا مشاكل، بس عن جد العيله موضوع كثير كبير. فديروا بالكم على اهلكم، اقسم بالله يعني هن ايش قدر حيعيشوا؟ كل اهالينا عمرهم بين 50 و60 يعني حدا 20 سنه، هاي سنه الحياه، فواحد يقضي وقت معهم قدر الامكان عشان ما يندم، مشان شيء، لانه الندم ما بفيد. ومشان شيء يا غالي، مشان صحتك وكل تفاح. فروح بلاش، ليش فرحتي؟ بتبلشي بالجيم اذا عندك بعد شهر سيستم. انا عندي ايفنت كثير مهمه بعد شهر، وبعدها كمان عندي ايفنت يعني اهم من هاي، بس انا مبلشه من هلا. براو. كثير عم بتعب والله، ما في وقت. الرياضه موضوع ثاني يا جماعه، غير انه بتظبط جسمك، غير انه نفسيتك بتكون دائما مروق. في ناس بتفكرني بتعاطى. لا انت نظامي من انت سيستم مالتك هيك يا كريم. اه خربتها.
في عندي مشكلة أنا بواجهها صح. مع أنا واحدة لما أكون كتير هيك عندي ستريس ومن هون، بس مرة بترتاح نفسيتي لسه. طبيعي أنا بنفرز هرمون دوبامين، بنفرز هرمون البروفين اللي ناس تتعاطى معاطى مشان تهدي حالها، بس الأشخاص بتمرنوا بنفرز يعني طبيعي. كريم أنت بعدين الرياضة بتصير إدمان يا جماعة، ما فيكم توقفوها، يوم توقفوها رح تحسوا بالذنب. كريم عيد ميلادك يمتى؟ تذكر لما كنت اتمرن تجيبي لي بي سي اي اي و أيه. والله انت الوحيده بتفهمي شو معنى رياضي. بس فيك لانه كنت اخلص اسمعني كريم قال لي تعا شغلت الفحم الارجل. اسمع يحيى برج القوس. عيد ميلادك يمتى؟ البنات عندي اللي مش عيد ميلادك انا بيوم عيد ميلادك اجيب لك شيء طبق عيد ميلاد مين؟ كريم. انت ما بتصير عمرك بجيب له اسمعي بجيب له طبقتين بيض ودجاجه يا عمي شو جمعة خطيرة لك عايمة هلا بخي كريم والله احلى شيء عيد ميلادي جيبوا لي بروتين صفر انا حجيب لك ارقى شيها سترت اختي منور تذكري فرح شو عم بستناها للحلقه والله العظيم انا اصلا ما عم بحضرها حاليا للحلقه بس حلقتك انت يا علي غير عالم بس بده اياها ما تقولي لي لا ضروري تعلموا الدرس هدول الرجال ضروري هيك يا فرح هيك يا انا علي يا فروحه انا ما فيني اقول لا لانه انا امبارح عملت اكثر علي شو بتسوي علي على اساس انت علي الاحبة والله علي اخي علوش وفرح خير شو علوش وفرح خير بس انا وعلي فكره صرنا رفقات بيس بيس يا جماعه بيس اند وورلد لاف هذا بتاع بلياردو يا مادو بيس اند وورلد لاف يا عم لخبط كريم ليك هلا قدام فرح وقدام علي هذيك المره كنت عم بتسلى جيهان رجلك طالعة كنت عم بتسلى انا فرح كثير خلصت الاسامي رجلي طلع بس كان رجلي حدد لي موعد ظهري وجعني حدد لي موعد وانا بدي راسك لك خسرت شو عامل وين اراضي لك خسرت قدامي والله بالحياه فروحه انت عندك اليوم ما راح تطلع؟ ما بعرف اقول لك كريم مين ربع هذاك النهار؟ اكيد انا عيب تسال والله شو يا عمر؟ شو عامل اليوم؟ شو عامل؟ ما تخجل فرح تغير الموضوع احب يعني قريبين على بعض صح انا وعلي كثير رفقات يعني انا وعلي والشباب كلهم يعني ضلينا رفقات ما في مشكله لك ما في مشكله بس السوشيال ميديا هو اللي عم بحاول يعمل حساسيه بينات بعض اي صح لا مش بس السوشيال ميديا يعني بس يلا يا جماعه انا فروحه ما بينات الله كبير اول حلقه وحلقتين ادي عالم ما في كاميرات اسمع كريم شفنا وعفنا كريم ايوه عم يحكوا لي ليش عم تحكي على فرح اول حلقه وحلقتين اول حلقه وحلقتين صحيح احنا ما تقنع بعض بعض يعني بس بعدين حبينا بعض جزائري يا حرامي لك ما تاخذ صاحبك الا من بعد قتله بس انتم بعد بهدله احنا بهدلنا بعض بس لك بحكي لي مستفز بحكي لك بس فرح خيي ما قدرت الا شو طبعا ولا انا فرح وما في عنده تجارب ما في اسكور فرح مو حبلش شو؟ حبلش يا شباب بلش بس مراقب يا شباب ما حدا قتل لي بس ليكوا عن جد انتوا لو ما يكون في حساسيه بيناتكم بالاول ما كنتوا هلا قريب لبعض هلا 100% صراحه بتحبي لا شوف بقول لك شيء في ناس بالبرنامج مثلا انا كنت ماخذه هيك موقف بس لما شفت فرجت البرنامج انه عرفت انه عن جد بيحبوني ما عندهم شيء معي اوكي صح. بس في ناس كانوا مثلا كتير بيحبوني وانه بيضلوا يدقوا لي ونطلع ويا عمري ويا حبيبتي وانتي وهيك بس تفرجت البرنامج
اجاني مثل الكف. ما فهمت شو صار. يي يا عمي كم وش؟ طيب. عندهم كوليكشن كوليكشن تبع وجوه، كل شوي يلبسوا شيء جديد. شيل وش تلبس ثاني؟ روحة آه. حجيب لك حجيب لك كنزة زرقة. لا بقى زرقة هم أزرق. على شغلة مخلت شو تحكي عراقي انت؟ احمد كان معصب بتقول له انا بدي احكي وياك. بتحب التاتو؟ بتحب التاتو؟ اي والله يا عماد، بس ما في اعمل تاتو، ما راح اتهور لانه راح اندم بعدين. اهم شيء لك التاتو، بدك عن جد تكوني صار لك زمان عم تفكري شو بدك تعمل. بس هي بدها تعمل التاتو قبل 500 ليره. بلا تجريح يا علي، بلا تجريح بالحكي خيي. دير بالك. لا انا عم انقل وجهه نظرها، انا ما بعرفها. مش منيحه مشانه لانه رفيقك هو. ها اما انا ما قلت. طيب انا ما حجيت شيء، انت هاي كلمتك. البنت والبنت بتغلط. دير بالك ما بتغدر، ما تغدر يا عمي. لا 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 بتقل بها علي يا فرح، لا بتقل بها علي. افكر ان احنا البنات عادي يعني بنغلط، ما فيها شيء. الشباب ما بيحبكم. كيف يعني؟ انا ما سوى شيء بس بعرفكم. ايش سوى شيء بس شوي بس دقيقه يا عمر، انا ما سوى شيء. خليني اعطيها لفرح. انا ما سوى شيء. اسمعوا انتوا بالفيلا ما تخانقتوا لي باللايف تبعي لو سمحتوا. يا شباب نحن ضيوف يا شباب. لا لا انت بتعرفي فرح، انا اصلا كنت على طول يعني بعرف والله احلى رفيق يعني بالمواقف اللي كنت تنحطي فيها. لو بيعرفوا انك انت ماي نيكست. تعال وين هربت؟ تعال مستناها للحلقه فارس. وين والله انا جد انا بس ناطر هالحلقه، ما بدي شيء ثاني. اتمنى متى بتكون؟ اتمنى تصير فيها هيك. شو؟ اتمنى بيصير فيها هيك. مستحيل. انت يا علي بس، انت يا علي بس تشغل دماغك بتعجبني. ايه طمنونا حنكون ايش اخباركم، لانه شكلكم عم تضحطوا اكثر شوي شوي على الموضوع. المهم نورتنا ماري بالكل. ايه ايه جايز خلص خلص، زله لسان هي كانت خلص انه نضبطوا. شو كانت بدها تصور؟ لا تصوروا يا جماعه. ماري لا تتهوروا. ما فينا نفتح لايف من بعد الساعه 12. ماري شو؟ ما فينا نفتح لايف من بعد الساعه 12. ليش؟ الست ماري عم تتعب معنا، والله يعطيها الف عافيه والله العظيم. عن جد عم تتعب معنا يعني، عم بتضلها سهرانه كل الليل بس انه من لايف للايف. فنحن بدنا نقدر. عن جد عم تحكي؟ والله حرام يعني، عندها عن جد يعني بنتها انجا عم تهتم فيها وعم بتشتغل. طيب شو مشتري 4 تليفونات وفتحتهم وبتطلع. طب ايه بس هي مش مجبوره تضل انه 24 وبعد الساعه 12 من لايف. خلص يا ماري والله انا اصلا انا ما دخلي ما عم بفتح لايفات. جايز انا بكره رح يشيلوا علي التبنيد من اللايف تبع تيك توك، بكره طلعوا معي كلكم لايف بالتيك توك. اجيب بيض وطحين ولا ما في داعي؟ لا قلت اعملها صرت منعن العالمي، مستحيل اعملها. تخيل شي يوم هيك انه العب جوله مع حدا وبعدين بيقول لي احكام ما احكام، اللي روح يجيبي بيض وطحين. هي راس ونشوف فيها يعني فراغ. والله لضل بهدل فيه كل حياته لحتى يعتزل التيك توك. لا اذا ضل عايش بتكون. قال شو عماد؟ قال شو رح تكوني معه او رح تتعاركي معه؟ بدهم يفهموا. بتحضروا البتابع بشوف، البتابع بشوف، ما فينا نقول غير هيك بس. قال وحده قالت لها روحي ماري لا تخافي فرح احكي لنا. لا والله انتم والله خطيرين. الله عماد البيانو ولا البيانو؟ العب لك على البيانو. رح اجي انشله من عندكم طول بالك. يلا اي بيانو يا جماعه فهموني شو عم بيصير. في بيانو عند محمد، فانا حالي ادمنت الموضوع. ادمنت عم تحرك اصابعك لحالهم هلا صاروا. أيوة. انا كنت ادرس موسيقى وانا صغيره بس مليت من الموضوع كثير. موضوع تافه. لا لا البسه
قافة لا البيانو اوكي شوي سهل بس الجيتار كتير صعب. ايه ايه لك الجيتار شقفة خشبة وشوي طلع. انا بس بدك كتير لتحفاز.